اليوم راح نسولف على كريم الترطيب الخالي من الكحول والزيوت والعطور والبارافين. نقدر نستخدمه الصبح وبالليل، ونقدر نستخدمه لكل أنواع البشرة منها الجافة المختلطة الحساسة والدهنية. بشنو راح يفيدنا هذا المنتج؟ أول شيء راح يعطينا ترطيب جدا عميق للبشرة ونضارة مضاعفة. وشنو محتوياته؟ يحتوي على مادة الهايلورونيك أسيد ويحتوي على جل الألوفيرا. ومن نفس البراند صنعوا جل لتحت العين اللي هو راح يعالج الخطوط الرفيعة وينطينا ترطيب جدا عميق. وهسه راح نسولف على أهم منتج سمارت سيروم، يحتوي على مادة البيبتايد اللي هي تعيد بناء مادة الكولاجين والإلاستين اللي هم مسؤولين على قوة ومرونة الجلد، يعني شد ونضارة وترطيب.